السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتحدث في درس اليوم عن أنصبة الزكاة ومصارفها، وهو الدرس 18 من كتاب الصف السابع. في البداية، الجميع يعلم بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ومن أنكرها فقد كفر، مثل اللي بينكر الصلاة فقد كفر. لذلك قال أبو بكر الصديق عندما استلم الخلافة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. طبعا في ذلك دلالة على أهمية الزكاة وعلى عظم شأنها. وأيضا قال الله تعالى في مواضع كثيرة من القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في هذه الآيات جمع الله تعالى ما بين الصلاة والزكاة، وذلك أيضا دلالة على عظم شأن الزكاة وعلى مكانتها عند الله تعالى. إذن من هذه الآية نستنتج أن حكم الزكاة فرض على من توافرت في أمواله شروط الزكاة. إذن الزكاة فرض، لكن على من توافرت في أمواله شروط الزكاة اللي رح نتحدث عنها بعد قليل. طب لماذا شرع الإسلام هذه الزكاة، أو ما الحكمة من مشروعية هذه الزكاة؟ شرعت الزكاة لعدة حكم، منها سد احتياجات الناس، 2 حفظ كرامتهم، 3 تحقيق التكافل الاجتماعي، 4 تطهير النفس من الشح والبخل، والمقصود هون نفس الغني. إذا تعلم العطاء تطهر نفسه من البخل ومن الشح، وأيضا فيها تطهير لنفس الفقير من الحسد والكره للغني، و5 نشر الأمن والمودة والمحبة بين أفراد المجتمع. هذول كلهم بنسميهم الحكمة من مشروعية الزكاة. ننتقل الآن إلى تعريف الزكاة. طبعا درس الزكاة مر معنا في الصف السادس، وعرفنا أنه تعريف الزكاة مقدار من المال يؤخذ من الأغنياء ويعطى إلى المستحقين الشرعيين. المستحقين الشرعيين راح يمروا معنا بعد شوي وراح نتعرف عليهم كلهم. الآن ننتقل إلى شروط وجوب الزكاة. متى تكون الزكاة واجبة على الفرد؟ إذا تحقق في ماله شرطين. الشرط الأول أن يبلغ المال النصاب. شو هو النصاب؟ النصاب مقدار معين من المال محدد شرعاً، إذا ملكه المسلم وجبت فيه الزكاة. إذن هذا المقدار محدد من الشرع، إذا امتلكته فإنه وجبت في مالك الزكاة. 2 أن يمر على المال بعد بلوغه النصاب حول كامل، الحول اللي هو سنة كاملة، ويكون هذا المال زائد عن حاجة الشخص الأصلية. المقصود بالحول أو بالسنة هو السنة القمرية، طبعا هي مختلفة عن السنة الهجرية، عن السنة الميلادية، لأن عدد أيام السنة القمرية 355 يوم. إذا تحققوا هذول الشرطين، أن يبلغ المال النصاب وأن يمر على هذا المال حول قمري كامل، هون بيكون حكم إخراج الزكاة على الشخص فرض أو واجبة. ننتقل لمعرفة الأنصبة التي تجب فيها الزكاة. أنا معي مال، بدي أعرف هل هذا المال بلغ النصاب أم لم يبلغ النصاب. عشان هيك خلينا نتعرف على أنصبة الذهب والفضة والنقود المتداولة. قبل ما نحكي على أنصبة الذهب والفضة والنقود المتداولة، خلينا نعرف شو هي الأموال اللي أصلاً تجب فيها الزكاة. الأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة والنقود المتداولة، وأيضاً موجود معنا بالكتاب عروض التجارة تجب فيها الزكاة، وفي كمان نوعين من المال تجب فيهم الزكاة رح نتحدث عنهم في الصف الثامن، اللي هم الأنعام مثل البقر والغنم والإبل، وأيضا الزروع والثمار. إذن 4 أموال تجب فيهم الزكاة، أعيدهم مرة ثانية، اللي هم الذهب والفضة والنقود المتداولة وعروض التجارة والأنعام مثل الإبل والبقر والغنم والزروع والثمار. خلينا نتعرف على نصاب الذهب والفضة، وبدخل فيهم أيضا النقود المتداولة. النقود المتداولة اللي هي المقصود فيها الدينار الأردني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الجنيه المصري. إذن أي عملة بنتحدث عنها بنحكي عنها النقود المتداولة. بداية نصاب الذهب. نصاب الذهب 20 دينار ذهبي، وما يساوي 85 جراما من الذهب. طبعا هذا الرقم
النبي حدد لنا إياه اللي هو 85 جرام من الذهب، لازم نحفظه لأنه كل المسائل اللي راح نتحدث عنها بعد قليل راح نحتاج فيها هذا الرقم اللي هو 85 جرام. إذا شو يعني 85 جرام من الذهب الخالص؟ أي الذهب عيار 24، ما نصاب الذهب. نصاب الذهب 85 جرام، يعني اللي معه 85 جرام من الذهب الخالص أو أكثر وجبت في ماله الزكاة إذا تحقق الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة، وهو أن يمر على المال بعد بلوغ النصاب حول كامل. نصاب الفضة 200 درهم، وهي ما تساوي 595 جرام من الفضة الخالصة. إذا نصاب الذهب 85 جرام، من امتلك 85 جرام فأكثر مع مرور حول كامل وجب عليه الزكاة، من امتلك من الفضة 595 جرام أو أكثر مع مرور حول كامل على هذه الفضة وجبت في هذه الفضة الزكاة. وزكاة النقود المتداولة تعتمد على نصاب الذهب حتى نستخرج نصاب النقود المتداولة، ورح نتحدث عنها بعد قليل. إذا نصاب الذهب 85 جرام، نصاب الفضة 595 جرام. هلا النقود المتداولة، عشان نحسب نصاب النقود المتداولة لازم نعتمد على نصاب الذهب وهو 85 جرام. رح ناخذ أمثلة الآن تطبيقية نطبق فيها الحساب، كيف بدي أعرف إذا أنا في علي زكاة أو ما علي زكاة. إذا أنا معي 10,000 دينار، هل تجب فيهم الزكاة أم لا؟ علما بأن سعر الذهب الخالص 30 دينار، كيف بدي أعرف عليهم زكاة أو لا؟ أول إشي بدي أحسب النصاب. النصاب كيف بينحسب؟ النصاب له قاعدة اللي هو نصاب الذهب ضرب سعر الذهب الخالص في السوق. إذا نصاب الذهب اللي هو 85، هذا رقم ما بتغير، ضرب سعر الذهب في السوق. إذا النصاب بيعتمد على سعر الذهب ارتفع أو نقص، نعمل هاي القاعدة. 85 إذا حكينا ضرب سعر الذهب في السوق 30، فبيطلع معنا 85 ضرب 30 صفر، ضرب 5 صفر، صفر ضرب 8 صفر، هون بيطلع 0 3 في 5 15، 3 في 8 24 25. إذا 0 5 5 2، إذا هون نحكي إنه نصاب المصاري هدول، نصاب هون 2550. إذا أنا كان معي 2550 دينار فما أكثر، هون أنا تجب علي الزكاة. وأنا معي بهاي المسألة 10,000 دينار، إذا هون تجب علي الزكاة. إذا هون تجب علي الزكاة. هذا الرقم بيحدد لك إذا كان واجب عليك الزكاة أم لا، لكن لسه ما بيحدد لك إذا أنت هون كم مقدار الزكاة. رح نتعلم كيف نستخرج مقدار الزكاة في مسألة ثانية. إذا كان معي 10,000 دينار وكان سعر الذهب 30 دينار، كيف بدي أستخرج النصاب؟ بحكي سعر النصاب الذهب ضرب سعر الذهب، فهون طلع معي بهاي المسألة 2550 دينار هو النصاب، وأنا معي 10,000 دينار، إذا هون أنا تجب علي الزكاة. إذا بدي أتعلم هلأ كيف أحسب الزكاة، خلينا نأخذ هذا المثال. مع أحمد مبلغ 4,500 دينار، مر عليها حول قمري كامل. إذا هون عندي الشرط الثاني مكتمل. احسب مقدار الزكاة إذا علمت أن سعر الذهب الخالص يساوي 25 دينار. إذا أول شيء عشان أنا أعرف هل علي زكاة أو لا، لازم أنا شو أعمل؟ أحسب النصاب، بعدين بحسب الزكاة. معطيات السؤال: مع هذا الشخص اللي هو أحمد 4,500 دينار، سعر الذهب بهمني اللي هو 25 دينار. هلأ بدي أحسب أول إشي النصاب عشان أعرف أنا علي زكاة أم لا. نصاب الذهب حكينا في إلى قاعدة اللي هو النصاب، عشان أحسبه بحكي نصاب الذهب ضرب سعر الذهب الخالص في السوق. نصاب الذهب حكينا رقم ما بتغير، 85 ضرب سعر الذهب في السوق اللي هو بهاي المسألة 25، بضرب على جنب 85 ضرب 25، 5 في 5 25، 5 في 8 40، 42 0، 2 في 5 10، 2 في 8
16 17 5 2 11 2. إذا بطلع معاي الإجابة 2125. هاد النصاب، النصاب بهاي المسألة 2125. إذا اللي إذا امتلك هون الشخص 2125 فما فوق، هون تجب عليه الزكاة. وهون أحمد بهاي المسألة بيمتلك 4500 دينار، إذا هون تجب عليه الزكاة، لأنه أول شيء ماله قد بلغ النصاب اللي هو ماله أكثر من هذا النصاب حتى، وإنه مر على هذا المال حول قمري كامل. فعشان هيك بدنا نحسب كم عليه زكاة. النبي خبرنا بأنه الزكاة تساوي ربع العشر. شو يعني ربع العشر؟ عشان نفهم شو يعني ربع العشر رسمت هاي الرسمة. لو أنا مالي بهذا القدر اللي هو مثلا أنا عملته زي شكل مستطيل، وقسمت هذا المال لعشر أجزاء، كل جزء منسميه عشر. بنتطلع على الجزء الأخير اللي هو رقم عشرة، بنقسمه لأربع أقسام. القسم الأخير من هاي الأربع أقسام اللي هو ربع هذا العشر، هذا هو مقدار الزكاة. أعيد، يعني إذا أنا استطعت أني أمثل هذا المال بمستطيل وقسمت هذا المستطيل إلى عشر أقسام، القسم الأخير اللي هو رقم عشرة قسمته لأربع أقسام، لأنه هذا العشر الأخير قسمته لأربع أقسام، القسم الأخير من هذا الربع هو مقدار الزكاة. إذا مقدار الزكاة ربع العشر، وهو شيء بسيط جدا من مقدار المال اللي بيملكه الشخص. كيف بتنحسب الزكاة؟ قاعدة حساب الزكاة اللي هو المبلغ اللي أنا معي ضرب مقدار الزكاة اللي هو 2.5. دائما بضرب هذا المبلغ ضرب 2.5%. بهذا السؤال عندي المبلغ اللي أنا بحوزتي اللي هو أو بحوزة أحمد 4500 دينار ضرب 2.5%. لو أنا معي آلي حاسبة بسرعة بحسب وبطلع معي الإجابة على السريع، الإجابة على السريع. طب أنا ما معي آلي حاسبة وبالامتحان كيف بدي أحسب 4500 ضرب 2.5%؟ أنا هون بمثل هذا السؤال بستبدل 2.5% بواحد على 40 اللي هي تساوي أيضا ربع العشر. إذن دائما بالامتحانات أو لما بدي أحسب مقدار الزكاة بستبدل 2.5% بواحد على 40، هاي ربع العشر وهاي تساوي ككسر ربع العشر، وبضرب 4500 ضرب واحد على 40. شو تساوي 4500 على 40؟ صفر بيروح مع صفر، وبقسمهم قسمة طويلة، بحكي 450 تقسيم 4، 1 في 4 4، 1 بتنزل 5 إيه 0 بتنزل 5، 1 في 4 4 10 2 8 2 فاصلة 0 5 في 4 20. طيب إذا هذا المبلغ اللي طلع معاي اللي هو نتيجة القسمة للـ450 تقسيم 4 تساوي 112.5 دينار. إذا مقدار الزكاة في هاي المسألة يساوي 112.5 دينار، يعني اللي معه 4000.5 دينار بيطلع عليه زكاة في مثل هاي المسألة 112.5 دينار، وهو مبلغ بسيط بالنسبة لشخص معه 4000.5. طيب ناخذ مسألة ثانية، مثال مع مريم 2300 دينار، مر عليها حول قمري كامل. احسب مقدار الزكاة إذا علمت أن سعر الذهب الخالص هو 28 دينار. حكينا عشان أحسب مقدار الزكاة لازم أشوف هل هذا المال بلغ النصاب أم لا. الشرط الثاني طبعا متوفر اللي هو مر على هذا المال حول قمري كامل. هلأ بدي أشوف هل بلغ المال النصاب أم لا عشان أعرف بطلع عليه زكاة أم لا. حكينا قاعدة النصاب اللي هو نصاب الذهب رقم ما بتغير 85 ضرب سعر الذهب، موجود عندي هون سعر الذهب 28 دينار، فبكتب 85 ضرب 28، بعملهم مسألة على جنب، 85 ضرب 28، 8 في 5 40، 8 في 8 64، 68 هون 0، 2 في 5 10، 2 في 8 16 17 0 8 13 2.
إذا النصاب هون عندي بهاي المسألة 85 ضرب 28 يساوي 2380. 2380. إذا أنا إذا كان معي 2380 فما فوق بيكون هون في علي زكاة، غير هيك ما بيكون. وعندي هون بهاي المسألة مريم تمتلك 2300 فقط، ما وصلت لحد النصاب. إذا هون الإجابة عن هذا السؤال إنه لا زكاة على مال مريم. ليش؟ صح تحقق أنت الشرط الأول إنه مر على هذا المال حول قمري كامل، لكن ما تحقق الشرط الثاني إنه المال ما بلغ النصاب، لأنه النصاب هون 2380 والمبلغ اللي مع مريم 2300 دينار فقط. مثال أخير مع عبد الرحمن 9600 دينار مر عليها حول قمري كامل. احسب مقدار الزكاة إذا علمت أن سعر الذهب الخالص هو 33 دينار. حكينا الشرط الأول تحقق، مر عليه حول قمري كامل، بدنا نشوف هل هذا المال بلغ النصاب عشان نحسب الزكاة أم لا. النصاب زي ما حكينا 85 دينار ما بتغير نصاب الذهب ضرب سعر الذهب اللي هو زي ما هو موجود بالسؤال 33 دينار، وبنضرب على جنب 85 ضرب 33 ويساوي 3 في 5 15، 3 في 8 24، 25. 0 3 في 5 15، 3 في 24 25. الإجابة 0 10 3 2 2000 و 300. لا آسفة، دقيقة، خمسة وثمانين ضرب 33، 3 في 5 15، 3 في 8 24، هون 25، 0 3 في 5 15، 3 في 8 24، 25 برضو، هون بطلع معي 5 0 8 2. إذا النصاب هون في هذا السؤال 2805 دنانير، 2805 دنانير، والمبلغ اللي موجود مع عبد الرحمن 9600. إذا المبلغ عندي أكثر من النصاب، إذا بلغ النصاب وتحقق في الشرط الثاني اللي هو مر عليها حول قمري كامل، إذا تجب هون عليه الزكاة. كيف بدي أحسب الزكاة اللي على عبد الرحمن؟ عن طريق بحط المبلغ الموجود معاه اللي هو 9600 دينار ضرب ربع العشر اللي هو 2.5%. حكينا ممكن استبدل 2.5 بواحد على 40 تساوي 9600 على 40. 0 مع 0 بعمل يساوي 960 على 4، بعملها قسمة طويلة. 960 على 4، 9 على 4 فيها 2، 8، 1، 6، 16 على 4 فيها 4، 4 في 4 16، والصفر هذا بيطلع لفوق. إذا عندي تساوي 240 دينار زكاة على عبد الرحمن. إذا عبد الرحمن بيمتلك 9600 دينار مر عليها حول كامل، بدنا نحسب النصاب. حسبنا النصاب، حكينا النصاب يساوي نصاب الذهب ضرب سعر الذهب، طلع معنا النصاب 2805 دنانير. إذا بلغ ماله النصاب فعشان هيك عليه زكاة، لازم نحسب الزكاة. الزكاة كيف بتنحسب؟ المبلغ الذي يملكه الشخص ضرب 2.5%، أو حكينا بنستطيع نستبدلها بواحد على 40. ضربنا المبلغين في بعض وعملنا قسمة طويلة، طلع معانا مقدار الزكاة 240 دينار على عبد الرحمن. طيب هذا بالنسبة للذهب والفضة والنقود المتداولة. نفس الشيء لو جينا نتحدث عن عروض التجارة. ما هي عروض التجارة؟ عروض التجارة كل سلعة تعرض للبيع والشراء لأجل التكسب والربح فإنها تكون من قبيل عروض التجارة. إذا أي شخص عنده محل في سلع
هاي السلع ببيع وبشتري منها من أجل إنه يكون عنده ربح، فهذا بنحكي عنه عروض تجارة. يعني مثلا شخص عنده سوبر ماركت، شخص عنده محل ملابس، محل مواد بناء، أي سلعة ببيعها في محل معين من أجل الربح والتكسب هاي اسمها عروض التجارة. عروض التجارة تجب فيها الزكاة. كيف بنعرف إنه تجب فيها الزكاة؟ كيف بنحسب الزكاة؟ أول إشي بقيم الواحد سعر بضاعته بعد ما يمر عليها حول كامل وبيستخرج النصاب زي ما حكينا بالمسائل السابقة، بعدين بيضرب المبلغ اللي قيمه اللي طلع مع المبلغ اللي قيمه ضرب 2.5% وبيستخرج زكاة الأموال. عندنا هون مثال اللي هو تاجر يملك دكانا وفيه بضاعة قد حال عليها الحول، فكيف يحسب هذه البضاعة كي يعرف مقدار الزكاة الواجبة عليه؟ أول شيء حكينا بنحسب النصاب اللي هو سعر الذهب ضرب 85، بعدين بحسب الزكاة اللي هو المقدار اللي قدره من سعر البضاعة ضرب 2.5 أو حكينا 1/40 بيطلع معاه مقدار الزكاة. ننتقل للموضوع الأخير بالدرس اللي هي مصارف الزكاة. شو يعني مصارف الزكاة؟ اللي هو المستحقين الشرعيين للزكاة، لمن تعطى الزكاة. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هاي الفئات اللي وردت معنا صدق الله العظيم في الآية هي الفئات التي تعطى الزكاة لهم، مثل أول شيء الفقراء. من هم الفقراء؟ هم من ليس معهم مال مطلقا أو معهم مال لا يسد إلا جزء بسيط من احتياجاتهم، بنسميهم فقراء. المساكين أقل حاجة من الفقراء، هم الذين يملكون مال لكن هذا المال لا يكفي لسداد احتياجاتهم. 3 العاملون عليها، من هم العاملون عليها؟ هم الموظفون الذين يجمعون مال الزكاة ويوزعونها على مستحقيها، فيعطون جزءا من مال الزكاة تقديرا لتعبهم ومجهودهم في جمع هاي الأموال. طيب، لأنهم خصصوا أوقات لجمع هاي الأموال حتى تعف أنفسهم عن الأخذ منها، لكن لا يدخل في موضوع العاملين عليها من توظفهم الدولة الذين يأخذون رواتب من الخزينة، ولا يدخل فيها أيضا من يتبرعون لجمع الزكاة. إذن العاملين عليها هم الموظفون الذين يجمعون أموال الزكاة فيعطون من هاي الأموال حتى تعف أنفسهم عن الأخذ منها، حتى يعني لا حتى يبتعدوا عن الأخذ منها بدون علم مثلا من يأمرهم بجمع الزكاة. لكن العاملون عليها لا يدخل فيهم الموظفين الذين يأخذون رواتب، هون هذول الموظفين لا يأخذون من هاي الزكاة لأنه لهم رواتب. المؤلفة قلوبهم وهم حديثو العهد بالإسلام، يعني الأشخاص اللي أسلموا جديد، وهذا الحكي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يعطيهم منها لأنه منهم من فقد ماله نتيجة دخوله في الإسلام أو فقد حقوقه الموجودة في بلده. في الرقاب، المقصود الرقاب اللي هم الرقيق أو العبيد، وبرضه هذا في بداية الإسلام كانوا يعطون من هذا المال ليش؟ لمساعدتهم على تحرير أنفسهم، وقد كان الرق منتشرا قبل الإسلام، فجعل الإسلام نصيبا من فريضة الزكاة لتحرير مثل هذه الظاهرة اللي هم الرقيق. الغارمون هم المثقلون بالديون، طبعا هاي الديون الحلال ولم يستطيعوا سدادها، فبرضه تحل لهم الزكاة. من مصارف الزكاة أيضا في سبيل الله اللي هي وجوه الخير، مثل تجهيز الجيوش وإنشاء المدارس والمستشفيات ودور العجزة، أي أمر فيه خير. ابن السبيل هو المسافر المنقطع عن أهله ووطنه ولم يبقى معه مال، أيضا هون تحل له الزكاة، وذلك حتى يستطيع أن يكمل سفره أو يستطيع أن يرجع إلى أهله. هيك بنكون تقريبا أنهينا درسنا اليوم. اتحدثنا في هذا الدرس عن حكم الزكاة وعرفنا إنه فرض.
تراجعنا تعريف الزكاة اللي مر معنا بصف سادس، عرفنا الأموال التي تجب فيها الزكاة، وتحدثنا عن شروط وجوب الزكاة، عرفنا نصاب الذهب اللي هو رقم ثابت 85 جرام، نصاب الفضة 595 جرام، وعرفنا كيف نحسب نصاب الأموال المتداولة، وبرضه بهذا الدرس عرفنا كيف نحسب عروض التجارة اللي عنده محل تجارية، كيف بده يحسب زكاة البضاعة الموجودة بهاي المحل، وتعرفنا في النهاية على مصارف الزكاة والمستحقين الشرعيين لهاي الزكاة. في النهاية خلينا نحل الأسئلة بشكل سريع. بين المقصود بالنصاب، حكينا النصاب هو مقدار معلوم من المال حدده الشرع إذا ملكه المسلم وجبت فيه الزكاة. وحكينا عن عروض التجارة إنها كل سلعة تعرض للبيع والشراء لأجل التكسب والربح. السؤال الثاني، أكتب نصاب الزكاة الواجبة في الأصناف الآتية زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو موضح. حكينا نصاب الذهب 85 جرام، نصاب الفضة 595 جرام. استنتج الحكمة من مشروعية الزكاة، ورد معنا في بداية الدرس وحكينا الحكمة سد احتياجات الناس، حفظ كرامتهم، تحقيق التكافل الاجتماعي، تطهير النفس من الشح والبخل، ونشر المودة والمحبة بين الناس. بيّن مقدار الزكاة في الحالات الآتية إذا كان سعر جرام الذهب 25 دينار أردني. ألف، جرد تاجر البضاعة في محله التجاري بعد مضي حول كامل فبلغت قيمتها 7000 دينار أردني. هون عنا عروض تجارة، الواحد بده يعرف هل بلغ ماله النصاب أم لا. أكيد نضرب 85 ضرب 25، بيطلع معنا النتيجة. أكيد هون حيكون عليه زكاة، فبضرب 7000 اللي هو المبلغ اللي مع التاجر، ضرب 2.5% أو بنستبدلها بواحد على 40، بيكون الجواب 175 دينار. امرأة تمتلك 500 جرام من الذهب للاستثمار ومضى عليها حول كامل. حكينا بنضرب 500 ضرب سعر الذهب 25 يساوي 1250. ليش هون ما طلعنا النصاب؟ لأنه بيحكي لك 500 جرام من الذهب، يعني هاي مش أموال متداولة، هاد ذهب خالص، فهو بلغ النصاب وخلص، لأنه نصاب الذهب 85 جرام، وهون المرأة هاي تمتلك 500 جرام. السؤال الخامس، اكتب مصرف الزكاة الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات الآتية: من عليه دين ولم يستطع السداد، طبعا هم الغارمين، من ليس معهم مال يسد حاجتهم هم المساكين، الموظفون الذين يجمعون أموال الزكاة من الناس ويوزعونها لمستحقيها، طبعا هم المقصود فيهم العاملون عليها. هيك بنكون أنهينا الدرس، يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.